رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. الشروق كردي منصب نائب رئيس اتحاد الكوره لن يسبب ازمات داخل المجلس. سوبر كوره علي ماهر يطيح باجانب انفي. الفجر الطوسي يقترب من تدريب سموحه. الوفد اتحاد الكره موقف الشناوي اقوى من الزمالك. فيتو برشلونه في الصداره اكثر الانديه حصولا على الكره الذهبيه. بوابه الاخبار تقارير محمد صلاح يغيب عن حفل فرانس فوتبول. 1-3 تريزيجي يخوض اختبار صعب مع قاسم باشا امام فنربخشة. سكاي نيوز مدرب ليفربول يعتذر عن فعله في الدربي، لم اسيطر على نفسي. سبورت 360 ميلان سأمن هيغوين ويريد التخلص منه.